أبو سلطان مقيم في المملكة يقول كيف أحقق الحج المبرور بأمرين بأدائه على وجه الوجه المشروع وبالإخلاص لله عز وجل قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله أتموا يعني أدوا مناسكهما لله عز وجل لا يريد المال ولا يريد ولا يريد المدح ولا يريد الرياء والسمعه لله بل يكون لله عز وجل